نبدأ الآن الجلسة الثانية من مؤتمرنا لليوم. بداية أحب أن أكرر وأشكر مدرسة جامعة الزيتونة استضافتها لنا اليوم في المؤتمر الطلابي للحديث عن التوعية المرورية. سنبدأ الجلسة الثانية مع الطالبة سمر السلايطة من مدرسة الدراما الثانوية لتحدثنا عن السلامة المرورية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 195. لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون بمكوناته الهائلة ومخلوقاته العجيبة، خلق السماء والبحار، السهول والجبال، فكانت الحاجة إلى من يشغل هذه المكونات ويعمل على إعمار الأرض. فبدأ خلق الإنسان الذي منذ بدء الخليقة عمل على استغلال كل جزء من سطح الأرض بحثاً عن حاجته ومصلحته ورفاهيته. ومن أهم اختراعاته السيارات والدراجات الهوائية التي كانت الحاجة إليها زيادة التواصل والبحث عن الراحة الجسدية. لكن للأسف الشديد رب نافعة ضارة، لزيادة أعداد السيارات ظهرت مشكلة حطمت قلوب عديدة وغضت على أفئدة أمهات كثيرة وكلفت الدول مئات الخسائر البشرية والمالية. إنها المشكلة العالمية مشكلة حوادث المرور. مشكلة حوادث المرور مشكلة تعد إعاقة شاملة لا تميز بين صغير ولا كبير، بين غني ولا فقير. هذه المشكلة التي أصبحت بمثابة المرض المستعصي الذي تعددت أسبابه والنتيجة واحدة، إما الموت المؤكد والذي يتم بشكل مأساوي، أو الإعاقة الدائمة التي تلازم صاحبها طوال عمره فيصبح منفي من قبل المجتمع، لا بل منفي من قبل نفسه أيضا، أو حتى الإحساس الفظيع عندما تكون أنت المتسبب الحادث، سواء بسرعتك الزائدة أو سواء كان ذلك بسرعتك الزائدة أو مخالفتك لقواعد المرور أو إجراءك مكالمة هاتفية تعدها أنت أهم من حياة أي إنسان آخر. هذا الشعور سيلازمك طوال عمرك، لأنك بهذا تكون قد حرمت أم من طفلها، تركتها جريحة تبكي كل ليلة تتذكر فيها ولدها، وقد تركت زوجة أرملة تبكي على زوجها الذي في لحظة غفلة، لحظة تجاهل، لحظة عدم مسؤولية حرمتها منه، أو تركت إنسان بريء معاق بعدما كان عنصر فعال في المجتمع أصبح الآن عالة عليه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيبقى الوضع هكذا؟ هل سيستمر؟ طبعا لا، ويتم ذلك في حين نتكاتف جميعا ونتعاون في تطبيق السلامة المرورية. لكن قبل ذلك، ما المقصود بالسلامة المرورية؟ وما هي عناصر السلامة المرورية؟ وما هو دور الإعلام في الترويج للسلامة المرورية؟ السلامة المرورية هي تنفيذ كل الخطط والبرامج والتعليمات والقوانين والإجراءات الوقائية التي تحد أو تقلل من حوادث المرور. وهي كما عرفتنا الزميلة مروة مكونة من ثلاث عناصر رئيسية: المركبة والمشاة والسائق. حدثتنا الزميلة طبعا عن المركبة والمشاة والسائق، لكن أود أن أتحدث عن المشاة. يجب أن يكون متوفر لديهم الوعي المروري من خلال التربية والتعليم، خلال وزارة التربية والتعليم، أو من خلال التنشئة الأسرية، وأيضا من خلال الإعلام الذي هو موجود في شتى الوسائل وفي وسائل منوعة، الذي مهمته الأصلية هي تكثيف الوعي المروري لدى الجمهور عن طريق تنسيق العلاقات والاقتراحات الكثيرة بتطوير العمل المروري، إضافة إلى الاستماع إلى المشاكل والشكاوى الخاصة بالمواطنين من أجل دراستها ووضع الحلول المقترحة لها، والعمل على تدعيم العلاقة بين مديرية المرور والعلاقات العامة، أو حتى تزويد شبكة الإنترنت ببرامج التوعية المرورية التي تنتشر من خلاله إلى جميع الناس. انطلاقا من حرص مديرية المرور العامة على تعميق ونشر الوعي المروري، كان لها نشاطات مختلفة لتأثير على سلوك مستخدمي الطريق، اخترنا لكم بعضا منها. أولا، اللقاءات المباشرة مع الجمهور. هذه اللقاءات تعتبر من الوسائل الإعلامية المهمة التي تجعل من القائمين بعملية التوعية أن يكونوا وجها لوجه مع الجمهور، وأن يكون هذا التأثير مباشر في مجال التعليم والتثقيف والإرشاد، لتكون ردود الأفعال واضحة، وبالتالي سيحصل على آراء فعالة لمساندة رجال المرور في أعمالهم. التوعية المرورية من خلال الوسائل المسموعة.
من هنا لابد أن نشير أن البرامج الإذاعية صدى مؤثر في لدى المستمعين. بإمكاننا أن نعمق الوعي المروري لدى الجمهور إذا استطعنا استغلال هذه الوسيلة بإنتاج برامج إذاعية تتناول موضوع المرور والسلامة المرورية التي إن شاء الله ستحد من حوادث المرور. أخيراً التوعية المرورية من خلال الوسائل المرئية. طبعاً إحنا نعرف أن وسائل الإعلام لها تأثير وحدث خاص لدى الجمهور أو المشاهدين لأنها تدعم بالصوت والصورة، ونحن نعلم أن الإنسان كما هو ثابت هو يتأثر بالصوت والصورة والحركة، وبأن التلفاز وسيلة اتصال جماهيرية بمستوى موجهة إلى أعداد كبيرة إلى الناس وليس إلى فئة قليلة محصورة، لا يبد أن يكون إنتاج البرامج المرورية بمستوى هذا الحضور. وبما أنها تدعم بما أنها وسيلة تدعم بالصوت والصورة والحركة فلا بد أنها وسيلة ذات فاعلية كبيرة. أخي السائق، أخي الماشي، إن التزامك بآداب الطريق دليل على وعيك وثقافتك، فلنتذكر أن تلك الإشارات لم توضع لتزيين الشوارع بل وضعت ليلتزم بها كل شخص لديه حس إنساني ومسؤولية تجاه المجتمع والوطن وتجاه المجتمع الإنساني بأكمله. تذكر أن وراء كل كرة طفل، أن تجاوز الخاطئ سباق نحو التهلكة. نحن شركاء في الطريق، فلنعطي الطريق حقه، فلنقل كفى لحوادث المرور ونتعاون يدا بيد لنقضي عليها. شكرا لحسن الاستماع. أشكر الطالبة سمر، وقبل أن نبدأ بورقة العمل الثانية أود أن أقول للمدارس الموجودة بأنه يمنع المغادرة من المسرح قبل انتهاء المؤتمر، يعني نغليكم شوي بس ما ظل معنا في الجلسة. الآن مع الطالبة مها وجيه تحدثنا عن حوادث السير إرهاب الطرق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة مها وجيه عبد المجيد كساب من مدرسة الطالبية الثانوية الشاملة للبنات. أود اليوم أن أخبركم عن حوادث السير وإرهاب الطرقات. من منكم يعرف ما معنى كلمة إرهاب؟ من منكم سمع عن كلمة إرهاب؟ تلك الدماء المرمية أو السائلة على شوارع الطرق التي أصبحت تؤرق الناس جميعاً، فحق علينا أن نكتب كلمة إرهاب بدلاً من حوادث السير لأنها أصبحت كلمة لا توصل المعنى المطالب به. حوادث السير وإرهاب الطرقات عمل على قتل الجميع، قتل الجميع من الفئات العمرية بكافة أعمارها، فهي تقتل وتؤرق وتدمر. لذلك نحن نقول اليوم نريد أن نخفف أو نقلل من هذه الحوادث أو من هذا الإرهاب. بداية أريد أن أقول لكم أن إرهاب الطرق يذهب في كل سنة تقريبا بمليون ومئتين قتيل في العالم، يعني كل 30 ثانية عم يقتل 35,000 قتيل كل 30 ثانية في العالم. من هؤلاء أكثرهم كانوا في الوطن العربي. ليش يا ترى؟ هل ما هي الأسباب؟ إيش اللي أدى إلى حوادث السير أو إرهاب الطرقات؟ إحنا لازم نعرف اليوم حتى نحل القضية. بدي أحكي إنه إرهاب الطرق عم يمتد جذوره تقريبا لكل البيوت الأسرية، فعلينا أن نحمي أنفسنا من هذا الخطر. طبعا أول من عمل حادث سير كانت امرأة اسمها بريدجت دريسكول، كان عمرها 44 سنة. طبعا هذه المرأة كانت تقود بسرعة 8 أميال أي 12 كيلومتر في الساعة، وهذا خطأ. السرعة المسموح بها كانت 4 أميال واللي هي 6.4 تقريبا كيلومتر في الساعة. كان أول حدث في لندن. طبعا كانوا بيحكوا انه هذا الحادث لا يمكن ان يتكرر او لا نريد ان يتكرر، لكنه الان اصبح يتكرر بكثره في كل يوم وفي كل دقيقه وفي كل ثانيه. اذا حق علينا ان نعمل برنامج نعمل به على نقلل من هذه القتل ومن هذه الجرائم التي اصبحت مرميه على الشوارع. من منا راى امراه تقبل ابنها الملقى على الشارع وأجزاؤه متلاشية بين أطراف الشارع، ذلك الشارع بدل أن يكون معبدا بالإسفلت أصبح معبدا بدماء الأطفال والنساء والشيوخ إلى آخره. لكن نحن الآن نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الأمور وحدوث القتل والتدمير.
بداية رح أحكي إنه نقص التوعية المرورية، لكن نقص التوعية المرورية أنا لا أقصد فيه إنه الشخص لا يعرف أو لا يعرف مثلاً كيف أتعامل مع المركبة مع الطريق، لا أقصد هذا التوعية، أنا أقصد إنه هو عنده معرفة أوكي بس هو ما عنده تطبيق. فأنا حتى أعالج هاي القضية بدي بداية أعمل إنه ماشي أعرفه بالمرور، أعرفه بالأشياء هاي، لكن أنا كمان بدي أخليه يطبق، بدي أخليه يتركز في ذهنه هاي الأفكار، أخليه إنه يستوعب هذه المفاهيم. طيب طبعاً من أول الأسباب اللي هو كمان نقص الوازع الديني، اللي عنده إيمان، اللي عنده يعني التزام بدينه رح يعرف إنه الإسلام حرم قتل النفس، وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. إذا من يكون عنده وازع ديني سينظر إلى هذه الآيات التي دلت وبينت لنا أن اقتراب أو قتل المسلم أو قتل دم إنسان كمن يقتل الناس جميعا. نحن الآن هل نعيش في عالم فقط يريد القتل؟ لنتروى قليلا لنعرف ما هي آداب المرور. ليست العجلة إنما يعني العجلة دائما تؤدي إلى الهلاك، لذا الواحد يكون بتأني بتروي حتى لا يقتل أخوه المسلم، لأنه هذه الدماء ليست نحن نقتل حيوانات، نحن نقتل البشر، نحن نقتل أخونا المسلم. إذا يجب علينا الاحتراز من هذه الأخطاء. أيضا قد يكون من أسباب حوادث المرور اللي هي أمراض العيون. في بعض السائقين يعانون من أمراض العيون مثل الحول أو المياه البيضاء أو مرض السال، هذه الأمراض تؤثر عليه، فعلينا أن يراجع الطبيب دائما، أن يلتزم بلبس النظارة أثناء القيادة حتى لا يسبب حادث. أيضا هناك من يستخدم الهواتف النقالة في أثناء القيادة، يا أخي بدل ما توقف تمسك هالتلفون وتحكي وقف على اليمين وحدي، يعني مش قصة هي. أيضا كمان عدم وجود رخصة قيادة، اللي ما معه رخصة قيادة، في شباب يقولوا ما معهم رخصة قيادة ومع ذلك يقودوا السيارة أو تحت السن القانوني يقودوا السيارة، يكون الزلمة معصب يروح يلا بيمسك السيارة بيعمل له حادث وبيرتكب جريمة قتل في النهاية. هسا احنا عرفنا الأسباب، يعني من عرف الداء اهتدى إلى الدواء. هسا كيف يمكننا أن نقي أنفسنا من حوادث السير؟ كيف يمكننا أن نقي العالم من هذه الحوادث التي أرهقت جميع الناس؟ علينا بداية الإكثار من حملات التوعية المرورية من خلال وسائل الإعلام، من خلال الإنترنت، من خلال الوسائل المرئية، لأنه إحنا الآن نعيش في عصر يعني متطور علمياً، فعلينا أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في إقناع الناس، في إقناع أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا حتى نقي حوادث المرور. أيضاً علينا ننظم دورات لمختلف الفئات العمرية نعمل بها على الحد من حوادث المرور، تعليم الأطفال والشباب وغيرهم أسباب أو يعني الأمور الأساسية في المرور. أيضاً نتعمق في الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور، يعني ما هي الأسباب اللي نتعمق في الموضوع حتى نجد الحل، ونضع برامج وقائية لها. كمان علينا يعني الالتزام أكثر أو الاهتمام أكثر بمدارس السياقة. فنحن نسمع الآن بعض القصص أن بعض الناس لا يدخلون إلى أصلاً مكان تدريس السياقة ومع ذلك معه رخصة، فنتعامل بالرشاوي أو بما شابه ذلك، وهذا خطأ لأنه نحن لا يعني نحن نقول لمدرسين السياقة الذين يتعاملون مع المدربين أن يرى الله في كل ما
كان يعملون به، لأنك لم يعني تلتزم بعملك أو إن لم تقوم به على أكمل وجه سوف تقتل من ورائك الكثير الكثير من الأبرياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الطالبة مها. سبق وذكرنا في المؤتمر أن التوعية المرورية هي واجب على كل شخص في المجتمع، كل شخص ضمن موقعه، وعلينا أن نشارك بشكل فاعل ونعتبر الجميع في المجتمع شركاء في هذه المشكلة التي خطرها بات يصل إلى الجميع. وحتى نتخصص في موضوع دور المدرسة، تتحدث الطالبة زهر عن دور المرشدين مرور في المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم. فرق مرشدي المرور. بداية إلى الإرشاد بيئة متكاملة ومتعاونة مكونة من قواعد وسلوكيات لمستخدمين الطرق بأنواعها، سواء كانت شارع كشارع أو غيرها، مع الالتزام بالإشارات الحركية والضوئية وغيرها من الإشارات. من أجل يعني كل هاي الأشياء من أجل تنظيم عملية السير، لأن فيها نكهة خاصة لا يستطعمها إلا من التزم بقواعد المرور، فهي فن وذوق وأخلاق. تلك ثلاث كلمات تحوي الدرة الكامنة في معانيها، فلو تعمقنا فيها وغصنا في بحرها لما وجدنا هذه النسبة الكبيرة من الحوادث المفجعة التي تؤدي بأرواح الأبرياء في تلك البيئة أو العالم المروري. يسكن مرشدو المرور الذين يساهمون في عملية تنظيم حركة السير بحيث يكون لديهم اطلاع ملم وواسع بقواعد المرور وسلوكيات الطريق. وإن من أهم صفات أولئك العظماء صفات جميلة لا يكاد يشملها حصر منها، أولاً يجب أن يكونوا أشخاصاً واعين وسريعي البديهة وشخصيات مالكة لأسس الحوار. ثانياً يجب أيضاً أن يكونوا أصحاب خبرات مرورية ولديهم خلفية عن البيئة المرورية أينما وجدت. وجد مرشدو المرور أشاوس المهد الأردني لعدة أسباب أهمها. أولاً الحاجة الماسة لأشخاص على الطريق لإتمام العملية التربوية المرورية والتعليمية. ثانياً السبب الآخر هو المشكلة المعقدة، حوادث السير أو وحش الطريق الذي دمر وما زال يدمر ويزهق أرواح الأبرياء من طلبة في المدارس وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، مزعزعة بذلك الأمن الاجتماعي. لذا ها هم الأبطال يواصلون جهودهم ودورهم الإنساني. ومن وظائفهم أولئك الأبطال أولاً القيام بكل ما يخدم البشرية من تلك الناحية، كان يقوم بالتوعية المرورية بالتنسيق مع المدارس والمؤسسات الاجتماعية المختلفة. ثانيا تيسير دخول الطلبة بشكل آمن إلى مدارسهم والخروج منها، ويقومون أيضا بإعطاء أولوية السير للفئات الأكثر أهمية، ويكون هناك تعاون قائم بينهم والمدارس لإتمام مهامهم التي تهدف لحماية الأرواح من وحش الطريق الذي لا يرحم. تلك هي وظائفهم. أما الآن فلدي رسالة من مرشدي المرور إليكم أعزائي الحضور. أولاً علموا صغاركم وجوب السير على الرصيف دائماً، واحرصوا شديداً الحرص على أن يسير أبنائكم في عكس اتجاه المركبات وعلى أقصى اليمين، بالإضافة إلى أن تعلموهم كيفية عبور الشارع وذلك بالانتباه يساراً في يميناً في يساراً. ثانياً لا تتركوا أبنائكم وحدهم أثناء التسوق أو عند حضوركم المناسبات المختلفة، وقوموا دائماً باختيار الأماكن الآمنة اللي يلعب فيها أطفالكم مبتعدين عن الشارع ومثله من الأماكن الخطيرة. أيضاً احرصوا على أن يقوم أطفالكم دائماً بارتداء الملابس الفاتحة اللون عند سيرهم في الظلام، وعلموهم الصعود والنزول من السيارة بعد توقفها تماماً، وعلموهم النزول من الجهة اليمنى أي من الباب المحاذي للرصيف. عزيزي السائق، كن يقظاً ومجتمعاً وتوقع الأخطاء دائماً من الآخرين لتفاديها مع تجنبك للسرعة الزائدة، لأنها أكثر عامل مسبب للحوادث المرورية. يجب أن تراعي أيها السائق الحالة النفسية التي تؤثر سلباً وإيجاباً، فالمركبة والطريق والظروف البيئية والجوية كلها جميعاً مجتمعة مع بعضها البعض لا تتعدى نسبتها 15% من نسبة المساهمة في أسباب الحوادث المرورية، وذلك يعني أنها أقل بكثير كثير من السائق. ويجب تجنب عبور الإشارة الضوئية الحمراء جراء العبارات السائدة في مجتمعنا التي تتغلغل فيه للقضاء على أمنه واستقراره، مثل خليها على الماشي وما حدا شايف
أو الدنيا سايبة وما حدا أحسن من حدا وغيرها من العبارات. هاي العبارات لازم أكيد نتجنبها، ويجب الالتزام بالقوانين المرورية واللوحات وعلامات الطريق التي لم توضع هباء بل من أجل مصلحتكم أنتم جميعا. وفي مسك الختام، إن الأردن وطن جميل وملحمة من المجد والكبرياء في ظل حضرة القائد الأعلى للأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدامه ذخرا لنا وللأمة العربية والإسلامية، الذي يواصل جهوده في حماية الأردن. أما بالنسبة للمشكلة المرورية، فقد وجه في الأعوام الماضية رسالة للحكومة لوضع ضوابط للسيطرة على الحوادث المرورية من الجوانب والمفاصل كافة وفق منظومة متكاملة، بدءا من تأهيل وتدريب السائقين ومرورا بضبط سلوكيات وأخلاقيات السائقين والمشاة والتصميم الهندسي للطرق والإرشادات المرورية، ووصولا إلى تغيير ثقافة وممارسات السير والمرور الخاطرة لخلق حالة من الوعي بالتركيز على الفئة الشبابية والأسر، لأن الأسرة والمدرسة والمجتمع هم ركائز من الركائز الأساسية التي تسهم في إعطاء الجرعة التوعوية المثلى للتربية المرورية. وأخيرا أقول، عجز لساني عن الكلام والشكر وقلمي عن الكتابة، وما ذلك ببخل مني، إنما لأنني أود شكركم جزيل الشكر، متمنية لكم السلامة في وطن السلامة والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للطالبة زهر، وأؤكد على كلامها وأقول بأن هنا أهمية تشكيل فرق المرور في المدارس، وذلك الحفاظ على سلامة طلابنا وأبنائنا. والآن في الورقة الأخيرة سنتحدث عن أثر الوازر الديني في الحد من الحوادث المرورية، والتي ستحدثنا عنها الطالبة أنوار الشهامشة من مدرسة أم الوليد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله البداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله الكفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. إن استحضار البعد الديني أمر لا بد منه، وإن غفل عنه الكثير من الناس، وذلك وأن تعاليم ديننا ليست تختص بمجال المسجد وحدوده، بل اشتملت جميع نواحي الحياة. وكما ذكر الله عز وجل، لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، صدق الله العظيم، الآية 18 من سورة لقمان. وهذه الآية تدل على أن الإنسان لا يمشي مسرعا ولا بطيئا، بل يمشي معتدلا متوسطا بين البين. قال تعالى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، صدق الله العظيم، سورة الفرقان الآية 36. فقد حمل المفسرين في هذه الآية منهم القرطبي على أن المشي هنا هو السير في جميع نواحي الحياة. من استحضار البعد الديني ما أرشد إليه القرآن والسنة من الأدلة التي رددها المسلم في مضيه في سبيله، استشعار نعمة ربه عليه، فيقول، قال تعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، سورة الزخرف الآية 13. وأيضا من أخلاق المسلم إدمن عليه ربه بالمركبة، لا يمشي مفسدا ويحول هذه النعمة إلى نقمة بسبب أفعاله، وليس هذا من شكر النعمة، بل هو كفران واستهتار. كيف نحول هذه النعمة إلى نقمة؟ هل حياة الآخرين لعبة بين يديك؟ وهل الطريق لك وحدك؟ لا وألف لا. فيجب لمن يستخدم هذا الطريق أن يكون على قدر المسؤولية، شخص بالغ عاقل وواعي. وأيضا من استحضار البعد الديني في حركة السير ألا يقصد المسلم إلى ظلم الآخرين أو إلى الإضرار بهم، كما قال رسولنا الكريم، لا ضرر ولا ضرار. وفي ذكر أحاديث من رسولنا الكريم قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا، يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه؟ قال، فإذ أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا، وما حقه؟ قال، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صدق رسولنا الكريم. وأصل العرف حاكم بإلزامية في قواعد السير، فمن الأصول المقررة والحاكمة في مجال تنظيم السير على أن العادة محكمة، أي ملزمة لمن تسول له نفسه بإخلال نظام العرف المتعارف عليه، سواء كان ذلك النظام لوحات صغيرة أم كبيرة. فالخوف من إفضاء الجائز إلى الممنوع وانحرافه عما قصد به من تحقيق مصالح غير شرعية هو الذي بعث على حسم مادة الفساد من أساسها. وقد أجمع العلماء على حرمة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات لأنها تغيب العقل، وقد أجمع العلماء عليها عن طريق مبدأ القياس، فقال عز من قال، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صدق الله العظيم. وأيضا منح رخصة القيادة للجاهل إعانة على المنكر، لأنه سوف يضر نفسه ويضر من حوله.
وقد حرم الله عز وجل قتل النفس بغير حق. وفي النهاية وكلت سلطة التعذير لولي الأمر، فمن استهتر أو استخف بالقوانين والإشارات واللوائح المرورية أن يعاقب بدون رحمة أو رأفة من قبل ولي الأمر لأنه استخف بهذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الطالبة أنوار، والآن بعد أن انتهينا أوراق العمل نريد أن نفتح باب الحوار. في كثير أسئلة، بس يعني يمكنكم أنه تكون السؤال واضح وتعطي المجال للطالبة حتى أنها تطرح السؤال واسم الطالب اللي بتطرح السؤال حتى الطالبات يمكنوا يجاوبكم عليه. أنا اسمي مروة. بدي أحكي إنه مرة أخوي روح من المدرسة وخايف، لما سألناه ليش صريح في ولد أجا بفحص المدرسة بالسيارة، طبعا ولد صغير بركب السيارة. بدي أسأل شو دور الأمن في هاي الشغلة؟ أنا طالبة حريم بقطار مدرسة الجيزة. بيسأل الطالبة سهلة: ليش إحنا بنتفرج يسار يمين يسار، ما بنتفرج يمين يسار يمين؟ أنا طالبة والتوجيهات كونك من فرقة مرشدين المرور، أود أن تقدم للطالبات السلامة المرورية. أنا طالب محمد من دراسة المرورية. تكلمت مع أمانة سيارتها، ولا يهمنا نحن الطلبة معرفة كيف تكون المركبة سليمة وشروط سيارتها، وإنما يهمنا كيف نتعامل مع الطريق. فأرجو أن تصبوا اهتمامكم على طالب تغريدنا في دهامشة مدرسة أم الوليد للبنات. حكيته بالورقة الجلسة هاي إنه الأكثر من حملات المرور اللي يبحثوا حاجة الأكثر من حملات المرور، وأتوقع لو تيجي جلسة كمان حتحكوا الأكثر من حملات المرور. طب لو أكثرنا كثير 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 بس ما حدا التزم، إيش الإجراءات أصلاً اللي لازم نتخذها بهاي الحالة؟ كمان سؤال عندي، شو الإجراءات اللازمة بحق المدربين اللي يعطوا إنه يبيعوا شهادات الإسباق للأشخاص؟ أنا شبلي دهامشة من الرسم الوليد. تعد بعض المظاهر الاجتماعية المتمثلة بالواسطة والمحسوبية عامل هدم داخل مؤسسات الوطن. هل لهذه المشكلة الاجتماعية وجود في مراكز فحص السواقين وترخيص المركبات؟ وإن كانت موجودة فما السبيل لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها؟ أنا الطالبة هنات الدهامشة من مدرسة ابن الوليد الثانوية للبنات. أود أن أطرح سؤالي، وهو سؤالي موجه إلى ممثل الأمن العام. كيف نبني الواسطة في عملية قطع رخصة لقيادة السيارة؟ أنا الطالبة سارة الفايز.
أسأل سؤال، ما دور البرامج الإعلامية في حوادث المرور؟ أنا الطالبة خلود الغمي من مدرسة ريم الغربية لواء الجيزة. سؤالي موجه لأنوار الدهامشة. الشريعة الإسلامية هي نظام حياة شامل يضبط المنظومة الحياتية بشكل عام. هل تستطيعي ربط موضوع السلامة المرورية بالضوابط الشرعية التي حث عليها الإسلام؟ وشكرا. أنا فرحت كمان مدرسة اللوبان، إنه بدي أحكي إنه عندنا في هون في فرق بيننا وبين اليابان. باليابان في مدارسهم إنه بعطوهم حصص خاصة للتوعية، والأساتذة بيجوا بيحكي لهم عن المرور وعن أساليب وبفتحوا طرقها، أما إحنا ولا في عندنا ولا إشي. لو سمحتي بدي تعيد السؤال اللي موجه لي. إنه الشريعة الإسلامية نظام حياة شامل يضبط المنظومة الحياتية بشكل عام. هل تستطيعين ربط موضوع السلامة المرورية بالضوابط الشرعية التي حث عليها الإسلام؟ طيب خلينا بس نلتزم بمقاعدنا والصفوف الأخيرة، نرجو التزام الصمت قدر المستطاع حتى نستطيع أن ننهي على البكير. طيب فيما يتعلق في دور جهاز الأمن العام في غير المرخصين والتفحيط، طيب نسكر الباب وخلينا طيب فيما يتعلق بالسائق الغير مرخص، الإجراء القانوني المتبع لدينا كجهاز أمن عام
يخالف بمخالفة قيمتها المادية 200 دينار تحجز المركبة لمدة 48 ساعة، يخالف مالك المركبة لإعطاها لسائق غير مرخص 50 دينار، يعني بالمحصلة 250 دينار زائد حجز المركبة لمدة 48 ساعة. فيما يتعلق بالسائق غير مرخص اللي بفحط وخاصة قدام المدارس، خليني بس أوصل هون بس صغير، يعني احنا بنعرف انه في ارقام تلفونات مجانية في جهاز الامن العام 911 و190 و194 و100 و100 و100. المهم هذه الارقام يمكن في نفس اللحظة، لانه لا يستطيع جهاز الامن العام انه يتواجد في كل دخل وفي كل شارع وقدام كل مدرسة، لكن يمكن توصيل برسالة مباشرة على هذه الارقام المجانية، وراح تلاحظ انه خلال اقصر وقت ممكن راح تكون دوريه التجديد تكون موجوده لمعالجه الموقف. حتى انت ممكن تاخذ رقم السياره وتترك الباقي علينا واحنا بنعرف كيف نجيبه. فيما يتعلق في دور الطريق، دور الطريق هو حتى بأكثر الدول تقدما هو لا يتجاوز 3% من حيث السبب، والمركبة لا تتجاوز 2% حتى كمعدل عالمي في أكثر الدول اللي بتعتبر حالها متقدمة في مكافحة هذه المشكلة. إذا نتحدث عن أكثر من 95% من أسباب الحوادث تعود إلى العنصر البشري كسائقين وكمشاة. فيما يتعلق ليش ما نجحت قصة الأرقام الزوجية والفردية، لا هي نجحت في وقتها، لأنه عندما فرضت الأرقام الزوجية والفردية كانت في هناك ظروف استثنائية معينة تتعلق بالإمدادات النفطية للأردن في ظرف معين، فكان لابد من استخدام مرة يوم زوجي يوم فردي حتى نستطيع أن نحدد أو أن نحقق العدالة بين الجميع. فكان في ظرف استثنائي مدة زمنية معينة، انتهى هذا الظرف وبعدين رجع الكل يستخدم سيارته، لأن هذه حرية شخصية لا يجوز لجهاز الأمن العام أو حتى للدولة أن تتدخل فيها لا من بعيد ولا من قريب. لكن ظرف استثنائي فرض إجراء استثنائي وكان لابد منه. فيما يتعلق بالقضاء والقدر في حوادث السير، احنا خليني هون اقتبس من سطر واحد من الفتوى اللي صدرت عن مجلس الافتاء الاردني. مجلس الافتاء الاردني انه كل الحوادث، هذه فتوى مجلس افتاء اردني، ما بجيبش انا قاعد من عندنا، لانه جميع الحوادث التي تنتج عن الاهمال وقلة الاحتراز و الى اخره هي ليست من باب القضاء والقدر، بل هم منتحرون وقاتلون، هكذا هي نص الفتوى. فيما يتعلق بليش الأمن العام ما بحطش ممرات مشاة، والله يا أخوي مش اختصاص ممرات المشاة، هي اختصاص البلدية أو اختصاص الأمانة ضمن اختصاصها أو الأشغال ضمن اختصاصه أو البلدية ضمن اختصاصها، ليس من اختصاص جهاز الأمن العام موضوع وضع ممرات المشاة. بس على التعليق على هاي النقطة، ليش ما نحط، ليش احنا ما بنعمل ممرات المشاة؟ احنا كان عندنا في الجيزة في زيزة يعني طازية ما كان عندنا، كنت انا بقطع الشارع الرئيسي يوميا وما كان في عندنا اي نفق او جسر او اي شيء. بعد تقريبا 10 سنين لما خلصت الصف العاشر عملوا جسر وعملوا نفق، عملوا جسرين ونفق. لكن احنا لاحظنا، هسه انا بروح بلاحظ الناس تعرف بقطعوا الشارع عاملين فتحه صغيره وبمروا منها. طب ايش استفدنا اذا انتم ما بدكم تتبعوا قواعد المرور انه تمروا من هالنفق ولا تطلعوا
سفرنا ولا بس احنا كنا من الناس اللي بيطالبوا انه يعملوا لنا مرمر مشاة او يعملوا لنا اشياء زي هيك، لكن لما لبوا رغبتنا احنا وجدنا النساء والبنات والولاد كمان، مش يعني تقتصر على الولاد لحالهم، لا والبنات كمان انهم عم بيمروا من هالفتحه هاي اللي عاملينها. طب ايش يعني هم بس بدهم يعملوا يضيعوا فلوس وهيك يعني اموال الوطن هي مش لعبه، حتى انهم بس يبنوا لغايات غير مفيده، احنا بدنا نعمل اشياء نستفيد منها. يعني لما انتم يكون عندكم الاقتناع بهذا الممر والاقتناع بهذا الجسر احنا من علينا بنعمل لكم اللي بدكم اياه. يعني على المقطع الصغير الجسرين للمشاة زائد نفق للمشاة زائد ضرب زيت، النفق كلفته حوالي أكثر من ربع مليون، كل جسر كلفته حوالي 40,000 دينار، والضرب زين كل متر بيكلف 38 دينار. واحسبوا الحسبة هاي والمحصلة فاتحين لنا فتحات بين الضرب زين بحيث إنه نطلع بين الشارع. طيب معلش معلش عندي تدخل. عمري يا مرة. أنا الطالبة حنين الاكتفاء. أنا سألت سؤال، ليش عندنا بنتفرج يسار يمين يسار، ما بنتفرج يمين يسار يمين؟ طيب خلينا جاوب ممكن؟ هذه أصلاً. طيب خلينا جاوب. هي جاوبته بس ناحية نفسية جاوبت صح؟ طيب خلينا أجاوب خلينا أجاوب. كسري نفترض إنه هالممر هذا عبارة عن شارع. تمام؟ الآن لنفترض إنه اللي قدام الطاولة هذا رصيف وبدي أنا أقطع الشارع، هسا السير بكون جاي من على يساري والصايد الثاني بكون جاي من على يميني، أيهما أقرب إلي بكون؟ اللي جاي من على يساري اللي بنفس الموقع اللي أنا فيه ولا اللي جاي من الجهة الثانية؟ وبالذلك لازم أطلع على أقرب النقطة إلي كخطر، وبعدين أشوف إذا في سيارة جاية من الاتجاه الثاني، وبعدين قبل ما أقطع لعلنا وعسى أنه خلال ما خدتش باتجاه اليمين إجت سيارة من جهة اليسار، بعدين بتأكد مرة ثانية وبقطع الشارع. خليني أجاوب أنا بس محل هذا الجواب حتى ما نطولش عليكم، بديش أجاوب باقي الأسئلة. كويس؟ في أسئلة؟ في سؤال، هل تستطيع أن تربط السلامة المرورية بالقواعد الشرعية؟ عندما يكون الشخص لديه وازر ديني من داخله يستطيع أن ينشر هذه التوعية في المجتمع، فعندما يكون لديه وازر ديني لن يسكر أو يزيد سرعته ويقتل نفسه من غير حق. وأقدر كمان أعطيت سياق على آية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، صدق الله العظيم. أيضا أزيد على كلامها، إحنا مش بحاجة يعني أنا من الناس اللي حتى على إذاعة المدرسة ما بستعمل الميكروفون، فاعذريني يعني. بدي أكمل الموضوع. هي تحدثت حكيتي كيف بنربط بين القواعد السلامة المرورية ومن طريقة شرعية. إحنا الله عز وجل أعطانا كتابه في القرآن الكريم الكثير من الآيات اللي حكت إنه بتمنع إنه القتل. إحنا لما حكينا إنه دائرة الإفتاء حكت إنه هذا قتل وانتحار، طب أنا ليش أنتحر؟ ليش أقتل نفسي وأقتل غيري بسبب سرعة زائدة؟ إذا الإسلام يربط بين الموضوع هذا، بما إنه نص في القرآن الكريم إنه ولا تقتلوا نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض، فكأن ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني هاي الآية لحالها بتوضح لك إنه أنا كإنسان بدي أمر أو بدي أصد سيارة لازم ألتزم بقواعد المرور لأنه ديني حكى لي. واحنا الحمد لله ديننا دين وسطية، ما حكالنا اسرعوا وتقتلوا انفسكم، حكالنا انه احنا نلتزم نكون بهدوء بروية نتعامل مع الطريق ومع السائرين على الطريق. احنا في منطقة الجيزة بنت توفت بحادث سير بس بسبب سرعة سائق السيارة. طب هاي البنت شو ذنبها؟ وما تحكوليش القضاء والقدر، تعرفوا ليه؟ لان الله عز وجل حكالنا انه لو انتم ما عملتوا هيك كان يمكن القدر يكون غير هيك، بس ربنا عارف انه انتم رح تعملوا زي هيك فخلى القدر زي هيك، لانه ربنا عنده علم من قبل وعنده علم في فعلا غيب السماوات والارض كامله،
الجلسة الثالثة بتوصيات مع الطالبة زهر بالنسبة لفرق مرشدي المرور في المدارس. هو كان السؤال من طالب الشهادة علي الدهام في مدرسة ابن الوليد إنه بالنسبة للتوصية. أول شيء أهمية استخدام الأساليب الحديثة في تحديد ومعالجة المواقع الخطر. اثنين إدخال المفاهيم المرورية في مناهج وزارة التربية والتعليم والجامعات لنشر الوعي والثقافة المرورية بين جميع شرائح المجتمع. ثلاثة إنشاء مركز للمعلومات المرورية وإيجاد مراكز بحثية متخصصة في مجال سلامة المرور وتطوير خدمات النقل العام وتشجيع المواطنين على استخدامه. نشكر الحضور لاستماعهم وننهي الجلسة الثانية حتى نبدأ في الجلسة الثالثة. قبل عدة أيام روت لي إحدى الأمهات عن قصة حدثت لها، فهذه الأم عادتها تريد أن تؤدي واجبها الوطني وتؤدي عملها، فذهبت هذه الأم ومعها ابنها الصغير، ابنها ذي العمر 4 سنوات، أوصلها زوجها إلى العمل، فزوجها كان يقود شاحنة كبيرة. وصلت الأم إلى مكان العمل ونزلت هي وابنها الصغير للعمر 4 سنوات، فتحرك الأب اللي كان يقود مركبة كبيرة وشحنة كبيرة، بعدها تحرك، بعدها أوقفوا أحد المارة، فنزل الأب رأى أن ابنه كان تحت هذه الشاحنة وكان قد فارق الحياة. هذه قصة مختلفة من إحدى مئات القصص التي نسمعها يومياً، قصص مختلفة ولكن سببها واحد، سببها كما نعلم هو حوادث المرور. كما نعلم أعزائي الحضور أن حوادث المرور في الآونة الأخيرة أصبحت تشكل واحدة من أحدى مشاكل استنزاف الطاقة البشرية، وأنا برأيي أن مشكلة حوادث السير علينا أن نسميها بالكارثة، لأنها أصبحت تستهدف مجتمعاتنا في أعز ما نملك من مقومات الحياة ألا وهو العنصر البشري. ما في حدا من أبهاء القاعة ما تضرر من حوادث المرور، يمكن فقد عزيز على قلبه أو من الممكن أن يتكبد عناء مادي بس بسبب الحوادث المرورية. نعلم أن حوادث المرور هي مشكلة لا نستطيع أن ننهيها، لكن مشكلة نستطيع أن نحد منها وأن نحد منها بشكل كبير طبعاً بتعاوننا وبتعاون المجتمع الأردني ككل، لكن حتى نستطيع أن نحد من هذه المشكلة. حكينا قبل هيك عن أسباب حوادث المرور، اللي هو أول سبب اللي هو العنصر البشري اللي بتمثل فئتين من السائقين والمشاة. السائقين تتمثل أخطاؤهم بعدم اتباع القواعد المرورية. أيضاً نشوف اليوم فئة الشباب يقودوا مركبتهم وكأنهم يقودوا طائرة حربية. غير هيك إنه في عنا المخدرات، للأسف إنه في عنا بعض من السائقين يقودهم تحت تأثير المخدرات، وفي رح تصيبهم حالة بفقدان تقدير للوقت والمسافة، رح يبطلوا يقدروا يقيسوا المسافة اللي بينهم وبين الحاجز اللي رح يصطدموا فيه. وفي عنا بعض من أنواع المخدرات تصيب الأشخاص بحالة وهم، فرح يصير السائق يتوهم بأنه في أمامه مجرم وأنه قاعد يطارد فيه، فبعدين رح نشوف أنه المعضلة الكبرى حدثت، ممكن سيارته تنقلب 4-5 مرات أو ممكن يفارق الحياة أو غيرها من الأمور. عندنا المشاة ما بنشوف الأماكن اللي لازم هم يمشوا فيها. غير هيك غياب التوعية الأسرية لدى الأبناء والتوعية الطلابية أو التوعية المدرسية لدى الطلاب. عندنا المركبة ما بيكون مجهزينها، خاصة الكوابع. عندنا العوامل البيئية وخاصة الجليد، عندما يتشكل الجليد رح تصير عندنا انزلاقات عدة. أما عن تفادي الحوادث المرور، علينا دائما اتباع وعمل الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الوقائية اللازمة وقياس مستوى الزيت دائما. بالنهاية
أوصي الأخوة سائقين بأن لا يقودوا مركبتهم وهم نفسانية مثلاً، لأنه النوم والقيادة لا يجتمعان أبداً. هذا كل ما كنت أنا أحب أني أقدمه في زميلاتي من مدرسة الحسين الأساسية. أحب يشاركونا اليوم في الموضوع لأن هذا لأهمية هذه المشكلة. فتبدأ عنا صديقتنا أماني بالقصيدة. أقدم قصيدة عن الطائرة المرورية. السرعة أكبر حق يحتاج فطلاء، لأنه غلط مهما بدأوا يمدحونه. كم من مكان تمر بك فيها الأزمان، يذكرك لاجئ به في قعونه. أقسى مكان اللي يذكرك بالأحزان، لا مرة الناس يتداعش شجونه. يذكر أقارب أصدقاء ربع خلاه، لكن مرة فقد أضمع عيونه. هذا الطريق اللي خذاه منك إنسان، وخلاك تحيا الراية ذكرياتك بدونه. هنا تشوف إنسان عاشق وفرحان، وهنا تشوف إنسان وقته يخونه. قص الطريق بدم ودموع وأشجار، داين ومديون جسد به ديونه. لو نلزم القانون وحزام الأمان، كان الحوادث شيء ما يذكرونه. درب السلامة له على الخط عنوان، نلقاه والله عون من يهتدونه. دايما نقول الدرب ظالم وخوان، وحنا بليا وعي ننهش فتونه. اربط حزامك اربط حزامك قبل تبكيك العيال، يا كثر ناس تسرعوا يهملونه. انسان لكن ما حمل هم انسان، ناسي وغيره في الخفا يذكرونه. كم عوقت وفنت شباب وشيبان، وصكت بيوت وبكت ام حنونه. وكم على كرسي معاق وعلى شان، سرعه وخيمه والقياده على رعونه. يا صاحبي وش فيك بالحيل عجلان، نتيجه السرعه دمار ورعونه. يا كثرهم اقران يبكوا على اقران، شخص معاق وشخص هم يدفنونه. يا ليت عقل الطير شفنا البلدان، كانت سبب يرميها الشباب بجنونه. وكم من حزين فاقد خمسة اخوان، في حادث زود غثاه وجنونه. السرعة هذه شر من صنع الإنسان، كم شخص ماشي في حضر يصدمونه. أحيان ممكن في الغلط لاف سكان، أو من شغل هالسايق بتليفونه. ترى القيادة فن أخلاق إخوان، ذوق وأدب واجب علينا نصونه. غلطان من يسرع 60 غلطان، غلطان من يقطع إشارة جنونه. الموت فينا بس الأسباب يا فلان، تفرق مع اللي عقلهم يوزنونه. اركض اركض ترى السرعة مساوي للشيطان، كم واحد من طيبك القلب دونه. لا تركب نفسك للتهلكة كان، تفقه كلام الله وتخشى عيونه. روحك أمانة هو دعاء للشعب، ومن هو يخون الرب ربه يخونه. السرعة أكبر حق يحتاج بطلان، لأنه غلط مهما بدوا يمدحونه. خلونا نبدي يا جماعة من الآن، ناخذ حذرنا في الطريق في مرونة. لازم نهدي في القيادة علشان نكون عبرة لبعضهم لو يبونا. طريق خالي من حوادث وأمان، القلوب تطمع للحياة ومصولة. ما هو ضروري قيادة تكون نعسان، في نومتك هالدرب ما يقطعونا. حاول صيانة موتورك قدر الإمكان، توايح فرامل تركسونا. حاول إذا لاحظت فيها أي انكسار، حرص عليهم لازم يكملونا. الحرص واجب قبل لا يفوت الأوان، وهذا الخطر بإمكانكم تمنعونه. نشكر زميلتنا أماني من مدرسة الزين. ننتقل لطالبات أيضا من مدرسة الزين اللي هم رحمة وساجدة بسيس، يقدمون مشروعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة ساجدة خالد بسيس من مدرسة الزين الأساسية. سوف نقدم لكم عن التوعية المرورية. أول شيء، القيادة هي فن ذوق أخلاق. تعد السيارة هي الوسيلة الأساسية والمفضلة لنقل الركاب والبضائع. بالرغم من وسائل عديدة متعددة كالنقل الجوي مثل الطائرة والماء والسفن الحديدي، سيتناول عرضنا محورين رئيسيين. المحور الأول وهو حجم مشكلة حوادث الطرق، والمحور الثاني هو استراتيجية للحد من الحوادث.
المحور الأول وهو حجم مشكلة حوادث الطرق. مشكلة السلامة المرورية هي مشكلة سلوكية بشرية أخلاقية ذاتية إنسانية. طبعاً عارفين إحنا مشكلة حوادث الطرق هي من أكبر المشاكل التي تعاني منها جميع دول العالم. لما تسبب هذه الحوادث من أضرار اجتماعية واقتصادية. قضية السلامة على الطرق هي قضية عالمية. أسباب المشكلة في عندنا أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. الأسباب الغير مباشرة: واحد، الزيادة الكبيرة والمضطردة لعدد المركبات. نلاحظ إنه هب الوقت هذا إنه في زيادة كبيرة لعدد المركبات اللي هما السيارات. اثنين، عدم مواكبة تطور أطوال شبكة الطرق مثل الشوارع إنه ما في حجم إلها أو طول تأخذ عدد كبير من المركبات مع زيادة الملحوظة في أعداد المركبات. ثلاثة، هو عدم توافر المواصفات الفنية والقياسية العالمية في بعض الطرق. نلاحظ إنه في الشوارع ما في إشارات مرور متوافرة، ما في مواصفات فنية وقياسية. الأسباب المباشرة في عنا العنصر البشري اللي هو السائق وسلوكيات السائق بنسبة 76.4%. تمثل عيوب المركبة والطريق إنه في عيوب للمركبة أو الطريق اللي يمكن فيه حفريات في الطريق. وعوامل جوية مثل الطقس، الطقس يأثر كثير على الحوادث مثل الثلوج والتزلق يأثر على أن يكون في حوادث مرورية. الآثار السلبية المترتبة على وقوع الحوادث: يترتب على وقوع الحوادث العديد من الآثار ومنها الاجتماعية والاقتصادية، وجميعا نشعر بهذه الآثار ونلمسها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة رحمة محمد المصيري، راح أتحدث عن المحور الثاني اللي هو الاستراتيجية للحد من الحوادث. من المعلوم أن الظاهرة المرورية وما ينتج عنها من الحوادث، حوادث تتشكل من ثلاث عناصر متداخلة، أو العنصر اللي هي المركبة، والعنصر الثاني الطريق والبيئة المحيطة، والعنصر البشري. المركبة هي المركبة الجيدة، يعني لازم تكون المركبة جيدة والميكانيكية تكون جيدة كمان. الطريق والبيئة المحيطة والعنصر البشري، والحل من هذول المركبة الجيد والطريق والبيئة المحيطة اللي هي الطريق الآمن، والعنصر البشري اللي هو القائد المتزن اللي يكون عنده مهارة كافية لقيادة المركبة. أول العنصر البشري، رح نتحدث عن العنصر البشري اللي هو السائق، وهو عنصر فعال ولا بد من توافر عدة صفات في السائق الجيد. الأول شيء العقل، سلامة الحواس، التركيز، المعرفة بأنظمة وتعليمات المرور، الإحساس بالمسؤولية، المعرفة بميكانيكية المركبة وصيانتها. وأسباب الحوادث المرور تكون نوعين: السائق والمشاة. إما تكون السائق أو المشاة. السائق عدم كفاءة ومهارة السائق، إنه ما يكون عنده القدرة الكافية أو المهارة في سياقة السيارة. اثنين، الإرهاق، إنه يكون مرهق وتعبان. ثلاثة، عدم التقييد بقواعد المرور مثل التجاوز الخاطئ وغيره. المرض المفاجئ، انه تجي سكتة قلبية او مثل الجلطة المفاجئة. الحوادث المفاجئة بالمشاة، انه هو ماشي في السيارة فجأة يطلع قدام شخص. عدم كفاءة السائق الجسدية والعقلية والعصبية. المشاة، عدم تقييد بقواعد المرور، انه يكون هو عارف قواعد المرور لكن ما يتقيد بها. قلة الوعي مثل صغار السن اللي ما عندهم وعي. المرضى وصغار وكبار السن. وسائل السلامة الخاصة بالسائق، يجب استخدام حزام الأمان، وجود مساند للرأس، وسائل خاصة مثل النظارات الطبية، الوسادة الهوائية، حقيبة الإسعافات الأولية. آليات تنفيذ محور العنصر البشري، تجديد الرقابة على الطرق داخل وخارج المدن من خلال الدوريات الراكبة. ثانيا، المركبة، وضع المواصفات الفنية والقياسية لتجميع وتصنيع السيارات. اثنين، الارتقاء بالفحص الفني الدوري للمركبات المرخصة على المستوى من خلال محطات الفحص الفني. وسائل السلامة التي يجب أن تكون في المركبة، الإطار الاحتياطي وأدوات الفك والتركيب. الإطار الاحتياطي مثل العجلات، إذا خرب عجل أو شيء يكون معه احتياط وغيره. طفاية الحريق، حقيبة الأسعافات الأولية والمثلث العاكس، أنظمة إغلاق الأبوبة في حالة الانقلاب، الفرش المقاوم للحريق،
المثلث العاكس اللي تتعطل السيارة تكون معني المثلث العاكس، فيحطوا السائق السيارة لتجاوز السيارات الأخرى وتفادي إنه السيارة متعطلة. أسباب حوادث المرور للمركبة: خلل ميكانيكي أو كهربائي في الإطارات مفاجئ، عدم صلاحية المركبة وعدم صيانة المركبة. تطور عدد المركبات المسجلة في الأردن 1998 إلى 2007، نلاحظ أنه من خلال الرسم البياني أنه من 1998 3,089,196 مركبة، ونلاحظ في 2007 زاد عدد المركبات حتى وصل 48,933 مركبة. وهناك أيضا تطور عدد الحوادث اليومية في الأردن من 1998 إلى 2007، نلاحظ أنه 1998 118.88 بالعشرة حادث لكل يوم. زادت عدد الحوادث في عام 2007 إلى 303.1 بالعشرة حادث لكل يوم. تطور عدد الوفيات اليومي في الأردن من 1998 إلى 2007 من 1998 1.7 بالعشرة وفاة لكل يوم، وبسنة 2007 2.7 حادث لكل يوم. والحوادث المرورية في الأردن ونوع الحادث للعام 2007 يوضح لنا القطاع الدائري أنه أكثر الحوادث اللي هي الصدم بنسبة 94.5%، يليها المشاة 3.7%، وآخر شيء اللي هو التدهور 1.7%. الحوادث المرورية والفئة العمرية للجنس، نلاحظ هان بالرسم البياني إنه أكثر المعرضين للحوادث هم فئة الشباب لأنه أكثر من فئة الذكور، أقل من فئة أكثر من فئة الإناث. هان الحوادث المرورية وأيام الأسبوع، نلاحظ إنه أكثر أيام الحوادث هي أيام الخميس اللي وصلت 16.50%، وأقل شيء يوم الجمعة 9.59 نسبة الحوادث. أكثر شيء يوم الخميس وأقل يوم الجمعة، لأنه يوم الخميس أكثر الأيام يكون الناس يكون آخر أيام الدوام تكون مروحة، ويوم الجمعة الناس أغلبية الناس ما تداوم يوم الجمعة. ثالثا الطريق، وسائل السلامة في الطريق، التصميم والتخطيط الهندسي للطريق. 2 إضاءة الطريق. 3 صلاحية الطريق والسلامة المرورية عليه، أتربة والرمال وإلى آخره. 4 أدوات تنظيم المرور، الإشارات الضوئية واللوحات التحذيرية والإعلامية. مراقبة الحمولات الزائدة للشحنات. أسباب حوادث المرور، مرور الطريق هندسية في الطريق مثل الجسور والتقاطعات، منها عيوب تخطيط مثل عرض الطريق والازدحام الناتج من ذلك، وعدم كفاية الإشارات المرورية والتحذيرية واللجوء إلى عمل المطبات. عيوب تنفيذية كثرة الحفريات وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة. البنايات المجاورة للطريق مثل المدارس، الانهيارات البيولوجية والجغرافية، المنحدرات والجبال والوديان، الأحوال المناخية مثل الثلوج والصقيع والعواصف الرملية. أجهزة مراقبة السرعة، هناك أكثر من جهاز مراقب السرعة زي ما احنا شايفين. كمان التوعية والتعليم المروري من خلال وزارة التربية والتعليم، مديرية الأمن العام، الإذاعة والتلفزيون، الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، من خلال التركيز على حملات توعية على المواضيع التالية: سلامة المشاة، استخدام حزام الأمان، سلامة الأطفال، التعريف بالتشريعات المرورية. 2 عدم إعداد برنامج توعية مرورية للأمهات خاصة وللأسرة للعناية بأطفالهم تحت سن 10 سنوات عن حوادث المرورية بشكل عام وعن حوادث الدس بشكل خاص. توجيه برامج التوعية المرورية للسائقين والفئة العمرية من سن 18 إلى 25 سنة. إعداد مناهج توعية مرورية لكل مراحل من المراحل الدراسية وتدريب الطلاب على التعامل مع الطريق والمركبة. أخيرا وليس آخرا، المعوقة من وجهة نظرنا قد يكون إحداها قناعة بعض الأفراد أنهم بعيدين عن كل البعد عن التعرض للحوادث، ومنها أيضا التقدم لثقافة المشاركة في الطريق، والبعض يترك الالتزام لكي يبدأ به الآخرون.
ثم يبدأ هو في تنفيذه. إذا انتهت هذه الفرصة لطلب من الجميع أن نبدأ بأنفسنا في السلامة، يجب أن تبدأ بداخلنا أولا. الخلاصة: التحسين المستدام، خطوات ما بعد التثقيف، التطبيق الفعال لقواعد أنظمة المرور. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر زميلاتنا. قبل ما ننهي، عندي حلول مقترحة حتى نحد من مشكلة حوادث المرور. أول إشي إنشاء الجسور والمطبات عند المدارس التي تقع بالقرب من شوارع خطرة. عندنا اثنين، عمل دورات مكثفة لجميع فئات الشعب المجتمع حتى إنه لإسعاف الحوادث المرورية. آخر إشي التشديد على أخذ رخصة القيادة والتخلص من المحسوبية والواسطة. أي حد حاب يسأل أو يطرح فكرة؟ شوفي دقيقة بس، حبنا إني صرت علي بس قطعة ثواني. والله تعال يا مطر، تعال قبل ما نسمع أي سؤال بدنا نسمع القصيدة تعال تفتحيه مرة ثانية. تعال تفضل عندي مرة. تعال يا عبد اللطيف. بديت بسم الله العظيم التواصي منزل تباركا في كتابه والأحقاف، من بعد ذكرى بل عبور العواريف سار القلم يكتب على الطرس نزاف. جتني جزيلات المعاني مراديف موجهة لوث مجد الإسلام. عبد الله الثاني شريف المواقيف الهاشمي تاج العلا نصر الأشراف. القايد الباني رفيع المهاديف قلبا على شعبه رقيق وعطاف. البادية والحضر والمدن والري ساهر على تنميتها مشرف اشراف. هي من يفهم خافيات المحاريف، الامن ساد وما بقى اليوم تخويف. انام المواطن هذا البال ما يخاف، وسيفك بيمينك يقطع الرز قطاف. سلامتك. طيب هسه عادل بدي يسال سؤالين. أنا السؤال الأول، حكيت لنا طالبة رحمة إنه في الآثار السلبية الناتجة عن الحوادث السير ما وضحت لنا إياها، وطالبة ساجدة إنه عرضت علامة تقريبا يمكن ربع ساعة إحصائيات وأرقام، بس ما وضحت لنا شو الهدف من عرض هاي الإحصائيات. على امتلاك السيارة. أنا بديت أجاوبك.
أنا مش زايد. دخل عزه يعني؟ على إذا في مجال بس زدت عندنا قصيدة أول شيء نهاية قبل التوصيات. إذا في مجال. أنا بدي أوجه سؤال الطالب عن هلا هم عم يفتحوا لك شارع المطار عشان عم يحسنوا من يزبطوا المطبات اللي حطوها في شارع المطار اللي هي من جهة الفصل هاي اللي بتوقع انها تبني على السرعة. أول شغلة يعني سألت أنا أهلي، أنا أمي وبابا معاهم سيارة، فهم بيحكوا إنه لو زدنا سرعة عن هاي المطبات ما راح يأثر راح يخرب السيارة حتى لو يعني مشوا بطيء عليها برضه راح يخرب السيارة. يعني الأحسن ضريات بلاها هاي لأنه هاي بتخرب السيارة. طيب خليها تجاوب عليها والله يا دقيقة أعطيها والله دقيقة بس قبل ما تجاوب بس أعطيها والله بس قبل ما تجاوب خليني أعطي السؤال. أنا اسمي شادي الفايز من مدرسة الفن، أرسلت طالبة معها حكت أنواع من الجسور وأنواع وما حدا التزم وأنا بدي أحكي لها إنه إحنا تعودنا على نظام معين وقواعد معينة وبدنا واش إنه إيش تعود على النظام الجديد. هو انا ما بعصب، هاي هي طبيعتي بالعادي يعني بس انه انا بدي احكي عن المطبات. انا يعني اطلعت على موضوع المطبات وهيك، فانا وجدت انه اهميه المطبات هي انه جعل السائق انه يقلل من السرعه، هاي هي اهميته. اما بالنسبه لاضراره فهي اضرار انها بتخرب السياره وهيك شيء ماشي، لكن المطبات اتفقوا عليها عالميا انها هي احسن وسيله لانه السائق يقلل السرعه، لانه لما يشوف المطب قدامه هو حيقلل السرعة عشان يتجنب الحوادث وعمره هذا المطب عشان انه يقلل السرعة. فكان الهدف من المطبات فقط تقليل السرعة مش لاشي ثاني، هي من ناحية انها بتضر في السيارات، هي اي نعم بتضر في السيارات، لكن انه الحماية بدل ما يقتل وتزهق روح لا والله تخرب السيارة وتتصلح احسن. طيب خلينا سألت عن الآثار السلبية المترتبة على وقوع الحوادث، قلنا إنه في ترتب على وقوع الحوادث منها الاجتماعية والاقتصادية. الاجتماعية لما تسببه من أضرار بالناس واقتصادية لما تسببه من أموال الدولة ومن تكون في السيارات ما تنتمن فنخسر هاي السيارات، هاي منها اقتصادية. فهذا الأخلاق بالسائق إنه يكون تدل على أخلاق السائق وسلوكيات السائق، إنه الأخلاق السائق لازم يتبع قواعد المرور، ما يتجاوز إشارة المرور، هاي الأخلاق بالسائق. سألت عن خلاصة الموضوع، إنه خلاصة الموضوع السبب إنه الإنسان هو السبب، هذا اللي استفدنا يعني إنه التوعية لازم تبدأ من هذا لأنه الإنسان هو السبب بالحوادث.
بحب أجاوب عن سؤال اللي سألت عن الأخلاق اللي لازم يتمتع فيها السائق. في عنا ثلاث أخلاق. دائما لازم يكون السائق مطلع على ما حوله ومنتبه للطريق اللي حوله، دائما يكون عنده مناورة، يعني يحاول دائما يتحاشى الأخطاء الموجودة أمامه على الطريق، ويكون عنده إبلاغ لما يصير بده يسوي أي حركة، مثلا بده يلتفت يستخدم الإشارات، وهي الإشارات ممكن تكون مثلا غمازات أو ممكن الإيد، ولازم تكون هاي الإشارات واضحة تماما. الأخلاق ممكن إنه يكون متسامح وعفوي، برضه إنه ما يكون عصبي، مظبوط؟ إذا كان عصبي أكيد راح يتطاوش ويدخلنا بدل ما هو بحاجة سيب ويصير كمان مشكلة ثانية ويزيد الطيبة، فهاي الصفات اللي حكيت فيها ما حكي الأخلاق، شكرا مسيح. عفوا يا أختنا الفاضلة، هل الأخلاق مش هي جزء من الصفات؟ هي جزء من الأخلاق. هي اسمها أخلاق. طب لما أنا أوصف أي أوصف طالب إيش يكون؟ أخلاقها عالية. لا 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 جزء لا لا ما في شيء مرتبط أصلا يؤدي إلى لا مش فرق لا لا على ما أحكي إنه هاي طالبة أخلاقها عالية. لا طب أخلاقها عالية هذا جزء. لما أحكي لك أوصف رسول الله إيش بتقولي؟ الأمانة الصدق. طب ايش هالامانه والصدق والشفافيه ايش معناها؟ طيب جزء من الاخلاق. لا انا كمان ما بدي عفوا انا لاحظت انه بالذات يعني الطالبه كساب انت بتقول الطالبه يعني عم تنقل من هاي وانت كمان يعني انا كمديره مدرسه ما بقدر ادخل على اجتماع الا لما ادون اهم النقاط اللي انا بدي اناقشها ونفس الشيء الطالبه لازم تدون نقاط. بس مش انه قراءة طبعا لازم اقرا لازم انظر على دفتر لازم انظر على دفتر اني انا ادون هاي النقاط وبعدين ما اصلا اي انسان ناجح بالحياة لازم اني انا قبل ما اشترك بجائزة الملكة رانيا للمدير المتميز قبل ما اطبعها الكترونيا كتبتها ورقيا رتبت افكار كتبتها ورقيا. طيب شكرا شكرا طيب شكرا 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 بدكي تحترمي وجهة نظر المس غصبا عنك. طيب عفوا يا اختي دائما نبرة الصوت إلها دور بجذب الناس. انا ما اجي اقول لطالبة لكن لما تكون نبرة الصوت وفي ألفاظ هي منطقة يا طالب يا كذا هي النبرة نفسها يعني كثير مسيئة للجميع يعني مش حلوة. لا 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 بالعكس أنت إنسانة رائعة وجريئة ومتحدثة وصدقا يا ريت تكوني طالبة عندي يا ريت أتمنى تكوني طالبة عندي بس بالنهاية خلي النبرة نفسها تستقطب الناس مش منفرة استقطاب وليس تنفير. طيب خليني اجاوب انا تاعت السيارات الكثيرة هاي اللي عند الناس. طيب بس خليني تفضلي خليني اخذ السؤال تفضل. طيب خلينا بس طيب على الشق او على ورا بعض ما في مشكلة. طيب أنا سالم وفرح بنين فايزة. الله يخلينا بس نسمع يا شباب. أنتوا حطيتوا مطلبات مهنة. أنتوا حطيتوا مطبات ما حكينا إشي بس الواحد لو يخرب سيارته عشان مطب كبير لا ليش ما بنعمل مطب صغير إنه بقلل من السرعة عادي وما بتخرب سيارته. والله وحياة جدتي في قبر هذه ما تصير مطبات. حلمك عليه حبتين بس حبتين يعتبر الشف اللي جاوب. والله انا عندي سؤال يراودني
لا ابدا، بس شعراتك هذول كيف ظبطت معك يا مشاري؟ شعرانيات. في عندنا قرانة كثيرة محطات. بس ليش بعمل غبية على سبيل مثل ما في محطات كثير؟ طيب شكرا. خلينا بس طيب بس خلينا نجاوب قبل السؤال. طيب يا مس تكرم اصبرك علي دقيقة. طيب الان معنى انه في بعض الاردنيين عندهم خلينا نقول سيارتين وثلاثه، يعني هذا فعل خير ما شاء الله يعني كويس، بس خليني انه اخذها نسب وتناسب بحيث انه يعني كمعدل عام، يعني عندنا 1,074,000 سياره، هاي ارقام 31/12/2010 يعني لغاية بداية 11، وعدد سكانه تقريبا حوالي 6 مليون وإشي، وبالتالي يعني كمعدل بيطلع لكل كل ست أشخاص مركبة واحدة كمعدل عام. معدل الأسرة عندنا تقريبا 5، يعني بالمحصلة كل أسرة أردنية عندها سيارة، هذا المعدل العام. ومعدل أعتقد بأنه قياسا بدول العالم الثالث أعتقد بأنه مرتفع، لأنه بعض الدول حتى أنه كل 70 أو 80 شخص حتى يطلع له مركبة، وبالتالي هذا مؤشر إيجابي، والمعدل أعتقد بأنه ضمن الحدود المقبولة. ليش المطبات؟ إحنا كأمن عام ما بنحطش مطبات، يعني اللي على طريق المطار على التحويلات اللي حطتهم وزارة الأشغال العامة، بس ليش حطتهم؟ لأن هذول كمان مكلفات، ما حطتهم مش هيك يعني تفرجة، هذول من وسائل التهدئة المرورية في المواقع اللي يوجد فيها حركة مشاة، وفي المواقع اللي طبيعة الشارع تتطلب من حيث خطورة الموقع وضع وسائل تهدئة مرورية، هو بالأصل ما بخربش السيارة لأنه بكون محطوط ضمن مواصفات معينة متفق عليها ومعروفة، 7.5 قاعدة، 3.5 بارتفاع من وإلى 7% تقريبا، فهي مواصفات متفق عليها بحيث أنه يحقق الهدف دون ما يكون في هناك خلل أو ضرر بالسيارة اللي تستخدمه. طيب قبل ما نقرأ التوصيات والله ما فشلكي، تفضلي خلص مع سؤالك. تفضل. تعرف عيون القطاط هذول بسميهم عيون قطط. تعرفي هذول كل الدول العالم تستخدمهم، وما فيش طريق حتى في أكثر الدول تعتبر حالة تحضراً، هذول بيستخدمون على الطرق السريعة الطرق الخارجية كنوع من إعادة تنظيم، يعني الطرق المفتوحة بعد مسافة معينة وبعد قيادة معينة بتلاقي السائق سرح شوية أو ممكن بده يأخذ غفوة شوية، فبحطون حتى تهز السيارة بحيث أنها تعيد تركيبة وتنظيم السائق أثناء القيادة، فهذه أصلاً توضع يعني كناحية فنية على معظم الطرق الخارجية في كل دول العالم، وخاصة الطرق المفتوحة اللي بطول المقطع يتجاوز 5 كيلو باستقامة كـ180 درجة، فتوضع لغايات إعادة تنظيم وتهدئة بالنسبة للسواقين. طيب خلينا نأخذ لو سمحت يا أخي حسن الغثيان من قسم النشاطات تربية الجيزة. أولا طبعا أنا أبدي إعجابي صراحة بالعرض الذي قدمته الطالبتين، هذا إن ينم على صراحة على قوة في الإلقاء وقوة في جمع المعلومات، يعني هاي المعلومات اللي إحنا شاهدناها وسمعناها هي خلينا نقول مليئة بالأرقام والأعداد، فهذا يدل على دقة المعلومة عند الطالبتين، فأنا أشكر الطالبتين وأقترح على مين بيك أن يعني يتم اعتماد هذا التقديم العرضي وأكيد في كثير من مديريات التربية في الوزارة لديها نفس المعلومات ونفس التقديم، بحيث يتم تزويد هذه المديريات ومن ثم تزويد المدارس في الميدان، لأن دائما خلينا نقول الصورة والصوت تصل دائما أفضل معنا. وشكرا. صحيح شكرا لك.
شكرا. ما شاء الله يعني الورقة اللي قدمت حلوة، وإن كان يعني وجهة نظر شخص واحد من حوالي ما شاء الله 200 ترى يعني مش مؤثرة كثير، وبالتالي لا تردنا. طيب خلينا، طيب قبل التوصيات، مين التوصيات؟ مين رئيس جلسة التوصيات؟ تفضل يا التوصيات. هاي التوصيات ايش؟ طيب للواء المهجر. احنا نشكر لواء الجيزة باستضافتنا، وكمان بترحيبكم فينا والاخلاق الطيبة اللي بدرت منكم، وراح نضلنا كلنا في اي مكان وين مكان الاردني او غير الموجود على ارض الوطن يد واحدة من اجل خدمة هذا الوطن تحت القيادة الهاشمية ان شاء الله. حضرت واجت شاركت، مشاركتكم عن جد بتشرفنا، والمديرة انا عن جد بشكرك وبتمنى ما اكون ازعجتك. احنا مديرتنا ما شاء الله عليها استفادنا الدهامشه، بس انا كمان بتمنى كل طالب اللي درس معنا. طيب انا بشوف كلهم صاروا يجاملوا بعض على حساب نحن الشباب، صح؟ هم مشكلين ما شاء الله الأغلبية، وبالتالي صعب إنه نناقش، بس هذا لا يمنع إنه واحد من الشباب يشرف عندي هون حتى هو يختتم أعمال هذا اللقاء. مين حابب الشباب يطلع عندي هون بكلمتين حلوات يعطينا الخاتمة النهائية لأعمال هذا المؤتمر؟ لا هيك طلعنا معناته كلام يا شبيبي
شديدة. طيب مشكورين. طيب الله يعطيك العافية، ما قصرت ما شاء الله عليك. طيب 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 نشكركم جميعا على هذا اللقاء الطيب، ما شاء الله عليكم. وأرجو أن ما كناش قال دم عليكم، والله يعطيكم العافية. وأحلى تسفيقة لأحلى، أنا مش قادر أحفظ اسمك يا شيخ. تو وش اسمك أنت؟ مها. خليني أحلى تسفيقة لمها. طيب لا لا تخليش عقل شنب. طيب بس اختصري. طيب شكرا. السلام عليكم. طيب بس انا بعتذر لمديرة المقبل، اتمنى انه ما اكون ازعجتكم بكلامي. انا ما يعني ما كان قصدي الاهانة او الاساءة، بالعكس انتم كنتم مبدعين اكثر من غيركم، يعني بكم عملتوا باور بوينت وقدمتوا ابداعاتكم، لكن انا كان قصدي انه نوصل الفكرة بس هيك، وانتم ما شاء الله عليكم، ونشكركم كلكم. طيب شكرا.